السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم. أوكي جماعة الخير، برضو هذا الفلوق حنبدأ بالليل زي ما تشوفوا، لكن الحين الساعة تقريب بعد الفجر، واضح أني ما نمت للحين. الحين طبعا يا شيخ تسمعوا تسمعوا حق الجيران ذا بالليل بالنهار بالصبح اي وقت تجي صبح ليل مدري مساء اي وقت تلاقيه كذا ازعاج يا شيخ. طيب يا جماعه طبعا الحين انا بروح في شيء اسمه الفطيره، انا ما قد صورتها قبل كذا، لكن هذا الشيء الفطيره هذه طبعا ما ادري كيف يصنعوها. طبعا ايش الفطيره هذه يا اخوان؟ الفطيره هذه فطيره وخلاص عرفتوا، بس الشيء الغريب شوي ان هذه الفطيره ما تقدر تاكلها غير الصبح الوقت هذا الفجر، يعني بعد الفجر الين الساعه 6 كذا خلاص او 7 تلاقي انه ما عاد في موجود، يعني بعض الساعات موجود هذا الشيء تقدر تاكله، بعدها خلاص، يعني المحلات حق الفطيره تفتح بعد صلاه الفجر او قبل صلاه الفجر بكذا بشوي وتقفل بعدها بيمكن ساعتين او ثلاث، يعني تشتغل 3-4 ساعات وخلاص. فانا ابغى اروح اكل الفطيره ذي، من اول ما جيت هنا ما اكلتها، من زمان ما اكلتها. فايه بوريكم يا كيف يسووها كيف يصنعوها، اي يعني بوريكم كل هذه الاشياء. وبعدين بروح الحمام المغربي، قبل كذا رحت انا واحمد وصورنا هناك، هذه المره بروح بالحاري فتجوا معي. خلينا الحين على طول نروح نوريكم الفطيرة، يلا إلى الفطيرة. هذه طبعا عجينة من هنا ياخذوها بعدين. أيوة كذا على طول تجهز على السريع. شوف ما شاء الله العجين قديش. طبعا إذا تبغى برضو فيها يكون فيها بيض. جهزت خلاص اخذنا سعرها 800 مو ب 800 ريال، 800 ذي يعني كانها ما ادري ريال ولا ريال ونص، يعني سعرها رخيص. الحين بناكل الفطيره ذي ونشرب قهوه، معانا طبعا نور. طبعا بعد شوي ذا بيروح يشتغل، واصل انا مواصل بس بعدين بروح انام، انت مواصل بس تروح تشتغل. خلنا نجلس في هذه المقهى مكه المكرمه، نجلس هنا احلى شيء يا شيخ، نروح نطلب قهوه. فطيره طبعا انا اخذت حجمها كبير عشان تاكل معي. هذه حجمها يا اخوان سخنه مره، يا ساتر احلى شيء طعمها. اي واحد يجي هنا انصحك. طبعا يا جماعه واضح من شكلي ابغى انام، بس انا لازم اتحمل شوي، اكل الفطيره ذي بعدين اروح الحمام المغربي اتحمم كذا بعدين بطلع اروح انام. المشكله بعدين لازم اصحى عشان بيجي رجال يضبط لنا الاضاءه في البيت في السقف والستاير، فلازم اصحى فما حنام كثير. ناكل الحين ونشوفكم في الحمام المغربي. وطلعنا يا جماعة الخير، جماعة للحين الدنيا ليل، شوف دخلنا الدنيا ليل طلعنا الدنيا ليل برضو. الحمد لله خلصنا الحمام ذا كان مرة جامد، نرجع لكم اليوم الثاني يلا. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا مرة أخرى اليوم الثاني. أنا الحين يا جماعة متجه، تذكرون المحل اللي رحت له ولقيته مقفل حق الإضاءات عشان يضبطوا لي الإضاءة في الغرفة؟ إيه الحين أنا رايح للمحل ذاك. وصلنا المحل هذا هو. هذا هو المحل يا جماعه حق الاضاءات كلهم، ايش رايكم في الاضاءات؟ والله عندهم اشياء كثيره، انا افكر اشتري ذي، شكلها حلو كذا ديكور منظرها حلو، ايش رايكم قولوا لنا؟ باقي الاشياء برضو حلوه بس ما تنفع في الغرفه. اشتري ذي يا جماعه. يا جماعه شفتوا الولد ذا طلع متابع بس ما يبغى يقول لي. السلام عليكم. هلا والله. متابع وليش ما تقول لي انك متابع؟ الحين انا في المحل قاعد اشتري، ابوه قال لي ترى هذا الشخص متابع يتابعني كثير كذا ويتفرج، وانا هو موجود من يعني من زمان وما قال لي شيء. كم عمرك؟ قول رئيس ياسين اخر سنه 2 مغرم بيك. خلينا نشوف هذه الساعه، ما شاء الله والله شكلها حلو ذي. حط اصبعنا. حط اصبعنا. حط اصبعي. لو ضغطوا الحين لايك بحط اصبعي. الله العظيم. ايوه ايوه خلاص خلاص.
لا ما صار، ما تحس بشيء. تصبر. لا لا لا. شوف الإضاءات. إضاءات كنا طبعًا الإضاءة أنا أبغى أشتريها زي كذا. أو بالأحرى هذه الإضاءة، هذه بالضبط. خلينا نضبط الأمور كلها ونشتري الإضاءة. الله أشوفكم في البيت. أوكي جماعة رجعنا. عندنا موهبة غريبة شوي. علي. 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 نفس اسمي ما شاء الله. طبعًا علي ذا يقدر يرقى نخل. تقدر ترقى النخلة ذي؟ هذه النخلة. مش نخل طويل برا. راح يا علي الله يروح. ورينا. ورينا الموهبة. طبعًا يا جماعة في شوك هنا. والله رقى النخلة. يا ساتر يا ساتر شوف ايش طيع. والله طلع. خلاص خلاص انزل انزل. خلاص. يلا شنو. يلا شنو. يلا شنو. يلا شا ايه والله موهوبة. نزل طرزان معانا. يا ساتر. انتبه بس. انتبه انتبه الشنو. والله طلع النخلة. والله ما شاء الله طلع. هذول الاثنين طبعا هم اللي طلعوا. طبعا يا جماعة خليني افهمكم شيء. طبعا في مدينة توزرف او في مدن كثيرة قبل ما يبدأ الشتاء او في بداية الشتاء في الخريف طبعا الموسم هذا يكون التمر جاهز. فالناس كثيرة تصير يعني الشباب يصيروا يشتغلون في الغابات. في ناس تاخذ التمر اللي يطيح. طبعا في تمر يطيح من النخل ففي شباب يشتغلون اللي هم ياخذون التمر. هذول يعتبروا يسموهم اللقاطة. يعني يكون زي كذا مثلا تمر طايح ياخذون هذا التمر يحطون في صناديق كذا. هذول يعتبروهم لقاطة. المهم وفي بعد الناس اللي ترقى النخلة اللي تطلع فوق النخلة وتقطع التمر تكون جاهز. هذول مهمتهم اصعب. هذول ياخذون فلوس اكثر. هذول يعتبروهم القطاعة. اسم على مسمى. يطلعون يقطعون هم اللي يقطعون التمر عشان ينزلوهم تحت. يطلعوا هم يقطعون التمر هذا وينزلوه تحت يحطوهم في صناديق زي هذه الصناديق مثلا. ايه فطبعا هم يطلعون فوق اكيد في كثير بيطيحوا. في تمر كثير بيطيح. اللقاطة هم اللي بياخذون التمر اللي طاح. فاي هذه الوظيفة الولد الصغير يشتغل. هذاك الولد الصغير يشتغل نفس هذه الوظيفة. بيت اعرفكم على هذه الوظيفة. انا طفشت خلينا نمشي. الله 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 الله. اللامبورغيني يا اخوان. سيارتنا جبناها هنا وحطيناها. قايل لكم نشتريها. هذه هنا. اوكي يصح تنفتح من داخل. ايوه بالضبط هذه حقتي انا. عندنا سماعات. اركبوا شباب تبغوا تركبوا. انا السواق طبعا. اركب 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 اوصلكم. اركب تعال افتح لكم الباب من هنا. فين اوصلكم؟ ها؟ حي المطار. فين تبغوا تروحوا؟ حي المطار. حي المطار. حي المطار. اوكي خلينا تدرون يا جماعه نسوي مقاطع ذيك شو اسمها؟ اي نسوي مقلب. نسوي مقلب اول شيء. شوف هذه حقه الكاميرا. هذا طبعا مكانها حقه النيكون. شو عينش؟ هنا في لمبه ما تشتغل. هذا الراديو. عندنا راديو. يلا نمشي. بسم الله. يلا شغل السيارة. بدينا نمشي جماعة. بسوي عليكم مقلب الخطف تمام على اساس بخطفكم وكذا عرفت. يلا يلا بنمثل المقلب. يلا 3-2-1 بدينا التمثيل. امشي امشي امشي. لا تعال بخطفك. تعال تعال ادخل. تعال. لا بتنخطف اليوم. خلاص بتنخطف. وانت بعد بتنخطف. قفل الباب قفل الباب. تنخطفون اليوم كلكم. لازم تتعلموا درس. ما تاخذوا حلاوة من اي شخص. واحد يقول لكم ما بعطيكم حلاوة واركبوا السيارة قولوا له لا ما نبغى الحلاوة. ولا سندويش. انت اشتروك بسندويشة. اشتروك بسندويشة كذا. اعطوك سندويشة خلاص ركبت. لازم تتعلموا درس. ما تركبوا مع ناس ما تعرفوا. تعرفني انت ليه؟ مش اسمي انا. وش اسمي؟ شفت ما تعرف اسمي. يعني راكب معي انا الحين اعتبرني كذا شخص. سوان انت. ايش اسمي؟ سوان. وش سوان دي؟ انت سوان. انا ايش اسمي انت؟ علي. علي. وانت؟ علي. علي. علي ايش؟ علي. اوكي يا شباب يعرفوني. خلاص عشان المقلب. اوكي يا جماعه خلينا نطلع. بس يلا شباب نطلع. بس اطلعوا من السياره. اطلعوا من السياره. يلا اطلع اطلع. سيارتي ذي ترى. اوكي يا جماعه خلينا نمشي الحين. تعبت انا. خلينا نمشي.